صباح الخير الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، نهاركم دايز مزيان وبخير وعلى خير. نتمنى تكونوا غاديين مزيان مع رمضان وقطشتوا شويه في رمضان في اليوم الاولي. اش كان كيدير على حاضر لتعت كان كيقاد ليا حيت راه الكوزينه ما كاملاش، كل مره كيقاد ليا بليصه في الكوزينه، كيقاد ليا الرخام ديال التحت ديال الكوزينه ديال التحت، خاصها تسد من التحت غتشوفوها محلوله كل مره، هذاك الرخام اللي ما كاملش ليها كل مره كيقاد بلاصه، كل برا كيقاد بلاصه. هنايا يعني اول حاجه الصباح فقنا، قادت على الحاله هو الورد، درت بالحاله هو الاول، عدت الكوزينه. هنا غادي ندوز، عطيت البيلي ياكل، مشتو معايا انا وإليان، خرجت الزبل اول حاجه بعدا نخرج داك الزبل حيت راه عمرو ما كيتو الزبل، كنخرجهم وكنجمعهم في داك السلطه الزبل الكبير اللي عندي حتى كان كيسالي الا وكيديهم، وكنعاود ندير ميكات اخرين. صراحه انا اللي لقيت الكومبوستير راه كنكومبوستيه، واللي ما لقيتش راه ما عندي عليه. دابا راه مازال ما وجدتش باش ندير عاوتاني الكومبوست، سينو راه الكراتن انا ما كرميهمش، انا كرمي لا اسول الحاجه اللي كرميها البلاستيك، وكنحاول مازال نيفيتي ندي معايا السيكان فاش نتقدى. هنايا البنات قول لي انتما كيدين بعدا مع رمضان ديالكم، واش مزيان واش بخير، وكيدين مع هاد الغلا الاسعار، واش نتوما وصلكم اختي غلا الاسعار ولا حنايا؟ شوفوا انا شحال من حاجه ما كنشريهاش غارسه عندي وكنوجدها، بحال دابا البيض ما كنشريش، كنشري مع جارتي والبيض البلدي والنعناع وداك الشيء، بحال ناقصها عليا وما عرفتش واش نتوما ديرونجاكم هاد غلا الاسعار ولا غير انايا. المهم انتما كتشوفوا معايا كنجمع كوزينتي على الصباح، صباح مرونه وكندردشوا شويه انا وياكم. قلت لكم واحد الغلا الاسعار اللي ولا في هاد الوقيته، ما فهمتش انا كيفاش راه غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. مشيت تقديت حيت ما غاديش ندير الفطور في الدار، غادي نتقدى الفطور على برا. عرفتوا يا البنات راه لقيت راه غلا بزاف، الناس كيعيقوا بزاف هاد رمضان، عار كيجي رمضان وكيتموا يطلعوا الاثمنه. ماشي شوفوا انا ما كنهضرش دابا على راسي، فاش كنهضر انا ما كنهضرش مع راسي، انا قادره نشري، انا كنهضر على الناس وحدين اخرين. راه خليت لكم هاد اللقطه بالعاني انا والله كيكا، راه قهرني البنات، راه كيجيب الماتريال ديالو كيخدم به وما كيجمعوش ويديه لبلاصه الماتريال، داير البيت خاص عاب ماتريال، يخلي ليا في الكوزينه، الكوزينه كلها مطرطقه بماتريال، نجي في الاخر نبغي نجمع القنص ديال الكوزينه فيها الماتريال ديالو وانا نجمع ليه داكشي. قلت ليه دابا خرجوا عليك، يقول لي لا 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 خليه، قلت ليه بنخدم به، قلت ليه واخا ديه تبغي تخدم بها اخويا وجيبو، قهرني يا صاحبتي قهرني، واه قهرني انا كنخوي هو كيعمر، انا كنخوي بحال شي ضرتي، انا نخوي ويعمر ليا داك البلاكار اللي قدامي تما راه كنعامر بماتريال ونديه. قلت ليه سير اخويا خوي عليا هادشي دابا وخرج عليا هادشي مزبل هادشي، بقى انا نبقى نتسنى هنايا حيت راه كل وحده كتعرف راجلها، كل وحده كتعرف راجلها. انا راجلي من داك النوع اللي كيقول لي واخا 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 واخا، غير باش يقول لي واخا واخا باش سكتني عام بعد ما داير والو، يقول لي واخا راه بنخرجوا راه ما مخرج والو، ما درت ليه هكاك ولا لا خرجوا. كل وحده فينا عارفه راجلها كيفاش داير، وكل وحده فينا عارفه طريقه التعامل ديال راجلها وكيفاش تتعامل معاه وكيفاش تجيغي معاه وكيفاش دير معاه. ما تقول لي راه تعب هذيك الهضره ديالكم ديال تعديتي عليه حقارتي عليه درتي لي درتي لي، راه حتى شي واحد ما يحقر عليه بنادم، راه المريض اللي كيحقر عليه بنادم، اما اللي عنده صحته وكيهضر وكيجاوب والله ما يحقر عليه شي واحد. لا تسحب لكم واش دريويش، راه بخبيستو حتى هو، راه هو من داك النوع الا ما شافني درت فيه ما يتكمش، من داك النوع الا سكت ليه يطلع ليا فوق راسي، فهمتوا؟ راجلي من داك النوع الا سكت ليه يطلع ليا فوق راسي، ماشي من داك النوع زعما الا سكتي ليه لا يدير راسو درويش، لا 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 سكتوا عليا راني كنعاود ليكم. سكت راه واحد مزيق طوا ما كيبجاش بخبيزه، تسكتي ليه تسحب ليك واش خفتي منه؟ اللهم اختي نهضر، الا ما هضرت هو تسكتي ليه ينوض صافي. واحد هو درويش الصراحه، ولكن فيه شي خصال خايبين، وما كان الا سكت ليه فيهم انا هو كيتسحب ليه راسو، انايا ما عرفتش واش عاجبيني. اللهم اختي نوض نوض، هو فاش كنكون نايضه ليه بحال هكا كي صافي كيعرفني بلا طلعت ليا القرده، بحال هكا خرج داك المعنى اللي خرج ما يقول لي لا خليهم، لا لا خليتيهم، الله يا وليدي انا خليتي داك الماتريال ديالك، انا ما عرفتها واش كوزينه ولا بيت الخزين، خرج عليا الزبل برا تحتاجو عاود دخلو. واختي لقى اختي الكوزينه لقاه في الكونطوار فوق الثلاجه، راه ما وريتكم فوق الثلاجه، راه مشارجي اختي فوق الثلاجه عامر بالماتريال، نضل نخوي نضر اللوح. وشوفوا راه تسحب لكم واش دري، وشوفوا شحال هادي هو ساكن ليا في الكوزينه، مازال ما دار ليا البيبان ديال ديك البلاصه، مازال ما سد ليا تحت البلاكارات تما، مازال ما دار ليهم الخشب، راه
كل مغطي خبيزته كل في ما كاينش واحد دريويش في الدنيا ابدا. شو داك اللي كيقول لك راس رانا دريويش؟ راه ما كاينش دريويش، انا راه ما دريويش، حتى شي واحد فينا ما دريويش في الدنيا. كل واحد فينا عنده خبزته، وكل واحد فينا عنده الحاجات الزوينين فيه، وكل واحد فينا عنده الحاجات الخايبين فيه. انا راجلي عنده فيه واحد حاجه كيصبر ليا، انا كنت نيرف دغيا، هو صبار كيصبر ليا، شد ليا الخاطر ما نكذبوش، عنده بزاف ديال الخصال الزوينين، ما عندوش خصال خايبين. حتى هو راه كيتنيرف، فاش يتنيرف وفاش بدا يهضر كاع ما يعقلش، يقول غير رون غير يخلط يجلط، حتى كيف فاش كيتعصب ها كيرون. فاش نقول ليه عقلتي قلتي ما عقلت انا واش قلتها لك؟ المهم كل واحد شي صابر على شي وصافي، الا شتو جوج مفاهمين راه شي صابر على شي، رانا صابره عليه صابر عليه، باش ما يبقاش يقول لك البنات راجلك صابر ليك. لا اختي راجلي ما صبرش ليا، راجلي صابر ليا وصابره ليه، لو كون ما صبرش ليا ما نصبرش ليه، حيت صابر ليا صابره ليه وهو صابر عليا وانا صابره عليه. وفهمتوا قوة الصبر؟ انا كثرت لكم هذا الفيديو فيه الصبر، ما الصبر وندخل نخرج على الهضره، الله يجعل السلامه. المهم تبات صمتوا صافي وشوفوا سكتوا. المهم راه جمعت الكوزينه تولتها هدا، راه هذا الفلوق البنات راه على يومين ماشي واحد النهار، باش نكونوا واضحين. غادي تشوفوني ساليت من هنايا وخرجت مشيت قضيت الغرض ديالي، راه حيت هذاك نهار اخر فهمتوا، نهار اخر كل نهار درته بوحدو. هذا النهار، هذا النهار فاش جمعت فيه ما درتش فيهش غون شوز، ما نكذبش عليكم، ما حاجه غير رانا كافي كاع الفطور دي باينه بداكشي اللي كاين، اولا تلقاي اياد وراجلي هو اللي دار الفطور، حيت بعض المرات انا ما كنديرش لهم الفطور، كنقول لهم نتوما ديروا الفطور، حيت انا اختي كنعيا انا واقفه كل نهار عييت، اختي طاب ليا قلبي انا بالوقيف. يعني ذاك النهار اللي غتشوفوا اليوم نهار والغد ليه هذاك جن اهر اخر. ايوا ندوز على هاد الكوزينه على وعسى يخلوها نقيه، راه ما عرفتش واش يخلوها نقيه ولا لا، راه يرونوا لي رانا نجمعهم ما يرونوا، نجمعهم ما يرونوا، ما كيردوش الحاجه بلاصتها، انا كنحطها بلاصه وما كيحولوا ليها البلاصه ديالها فهمتوا. ومازال الكوزينه ان شاء الله غادي تقاد، غادي تقاد ان شاء الله ان شاء الله، غير بشويه بشويه كيحمل الواد. كل مره نديروا حاجه وحنا عايشين، كل مره نديروا حاجه قادينا كل شيء راه نتلفو غير تلفنا البلان نقلبو شي حاجه اخرى. المهم دعوا معايا البنات غير في التعاليق، الله يحن عليا والله يسهل عليا والله يرزقني من حيث لا احتسب، باش نكمل واحد الحاجه ان شاء الله باديه فيها نكملها ونفاجئكم نتوما بها. يا ربي تسهل عليا، تسهل عليا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين يا اختي والله العظيم، الله يسهل عليا وعليكم والله يرزقكم حلالا طيبه يا ربي، حلال تختو حلالا يرزقني ويرزقكم حلالا طيبه يا الكبيدات. ايوا خلوني في هاد الكوزينه قول لي انتما كيداير مع الشقه، واش بديتو كترونوا كتكوروا وتعطوا العور؟ انا بديت شحال هادي، انا النهار الاول في رمضان هو اللي قاد داكشي الما باقي، وليت كنرون نعطي العوار اختي، ها كنكور لهم الحل في الفطور، ندير لهم اللي كان، المهم العصير كاين ونديروا اي حاجه، نديروا بحال غنتغدوا ولا نتعشى ولا نفطروا ونحطوا داكشي اللي قسم الله وكناكلوا. مابقاش نرون، انا ما كنديرش قوت الوصفات اختي، انا ما قاداش رمضان هذاك شهر الصيام والعباده ماشي شهر الروين. المهم هي الحاله تقدات، هاد الكوزينه بدات كتجمع بشويه بشويه، نضربها ليها بواحد الجفيفه واحد السيقه، انا خد ديك الشيتا بعدا ندي بعدا الحوايج ونشرهم، نصر واحد العرم ديال الحوايج، هادو الفراش ديال الجرده صبنتو، يلا حن عليه الله مسكين تصبن من نهار حيدتو داك النهار في داك الفيديو، ويلا حن عليه ربي تصبن هاد الفراش تاع الجرده. ايوا الا اللي غادي نضربها بواحد السيقه لهاد الجرده، من بعد تنمشي نشر هاد الحوايج، بعدا نصور معكم هاد الحوايج نشرهم وهانتوما معايا. نشفهم لا هم يا إيان.
ياكلهم بوحدو. خلاني انا جالسه كنتسنى ما لقيت حتى فريزه. كانوا ثلاثه ديال الفريزات هنا، قلت اول فريزه تخرجوا غنتسناهم تيكبروا. ايوا اول مره غادي ندوقوا الفريز ساغازا ولا اش كيسموه، جو بونس فريز شي حاجه، غاريغات غاريغات وقيلا. ايوا ايليان جاب العدس هو ياكلهم، بغينا ما عرفت والو، بغيت نوريكم كيفاش داو لهم. هذا جو نو سي با سي كوا، مي سي ان فروي، هو خارجين لي فروي ولا خارجين لي فروي ما عرفتوش واش فرومبواز ولا داك، ما عرفتش بالضبط شنو هذا، والله ما عرفتش. وقيل انا قلت فرومبواز، ها هو قلت انا فرومبواز والله اعلم، ما عرفتش بالضبط شنو هذا، شفتو ما عرفاش. كبيداتي هنايا راه جيت عندي واحد الخديمه ودزت الاكادير، هذا راه نهار اخر درت واحد الماسك للشعر ديالي حيت بان ليا صراحه كان هابط ليا شويه المورال، وقلت شنو ندير شنو ندير، خصني نمشي للصالون. مشيت درت واحد الماسك للشعر ديالي، بان ليا مسكين بلي محتاج الماسك، الماسك راه بدا كيطول الحمد لله كما كتشوفوا، بان ليا بلي محتاج شي ناس سي ماسك نوغيسون كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو، راه درتو خاصو لا بريونس ودرت ليه على حساب باش الفيتامين ولا بريونس وداكشي كول، درت ليه الصراحه طلع زوين. شوفوا لا بريونس كي كيبان في الشمس علم زيناتو والله العظيم، زعما هذا ماسك رائع رائع رائع. ومن هاد الجهه ديال الزليج، الماكازان ديال الزليج، مشيت كنشوف شي حوايج شي حوايج ديال الزليج، ان شاء الله نشوف شنو غادي اسميتو. الصراحه دقيقه 90 هادشي، هادشي راه النهار كله وانا في اكادير، راه من الصباح وانا في اكادير. اوكي مشيت النهار كله خدمنا شويه وصيفط لي كوموند، دزنا هنا دزنا هنا، راكم عارفين النهار كيفاش كيدوز، دز هنا دز هنا دز هنا، والنهار كتلقاه كيدوز. هنا رجعنا للدار، شادين الطريق باش نرجعوا للدار. هنا راه ما تمشي ما درت لا فطور لا والو، هنا راه كانت تقريبا شي 6 هادي ولا 5 ونص، ما بقاش شي وقت الفطور. دزت نيشان تقديت الفطور ديالي من الزنقه، اي من السلام مشيت هي السلام فين تقديت دغيا الفطور، ودزت كنت غنفطر في اكادير ونقول حسن نمشي في الدار ديال هو، راه حسن نفطر تما وتهنانيت. هادو بعدا هما اللي رخاص 10 درهم مطبوطه بالكتاء مطبوطه بالكتاء خيطه شويه. اه ودلع 120 درهم، 114، المهم هذيك 120 درهم نص دلاحه. ما انا خوتي الحياه غلات ياك لاباس تلبس طفيله 20 درهم. انا خوتي منا واش واش جابكم هادشي عادي واش هادشي غالي عليا؟ انا عليكم انتم لا لي غالي انا عيطو 20 درهم بقيت عافاش عصر لي نضرب
وما عرفت واش مخلط ولا حقيقي. لا ما عرفت واش مخلط سمعوا لي ولكن هذا الشيء راه غلا بزاف والله العظيم. والله داك الزينه هي الواعره الزينه هي اللي زوينه بزاف. السرديل 10 6 6 بلاد بلاتي بلاد اللوكس هذا الفطور اللوكس. ليش كنت قلت لها باتي اليوم نجيب المصروف الفطور وحيت مسالك. واحد وحده عشان ايش اسحب لي نستاذ ها جوج كيسحب لي ثلاثه ها اربعه ها خمسه لا اكثر ها سته قلت لها سته ولكن راه صغيورين وانا كيسحب لي جوج الطويلين وما زلت نفرق عليهم في الزيت نفهم لي انه ضيع الزيت شاويهم فوق فوق الفاخر الله يعطيك الخير. واش عيب الله الحياه غلط لا غير جاتني غلط هادشي راه بزاف الدرويش مسكين ما ياكلش الانسان العادي ما ياكلش انا وجاني خالي انا كنتخلص مزيان ورا شحال كيتخلص مزيان ولا شي غالي كنتخيل انت اللي مسكين اللي شد ربعي مسكين الكريات كيفاش كيدير سويله بشحال مش كاين مش ماشي سويله بابا كيفاش كيدير انت شي حاجه البلاد فهاد رمضان انا اول مره انا ما كنفطرش برا ما فطرتش برا هاد رمضان قلت ما نفطرش برا ما فيش اصلا في الفطور مشيت واحد المره 76 درهم اصلا تحزيت على على برا وما كاينش كيفاش ندير ما غاديش نجيب الدار باش ندير الفطور صافي وحلت فال غالي غادي نجي نفطر دوك قلت لي تجيب شويه شي حاجه كاينه ما كاينه بنت خويا في الدوس خاصنا باش نتعشى وماشي كاينه انا بوحدي شكون انا بوحدي انا انا هادو شو جنا وياه قال لنا 20 درهم الله يجعل البركه ولكن كاينه ما في الدوس هادشي ما غاديش كاين اياد اياد انا صايمه انا صايمه ما صايمه في الدوس ما غاديش شي قدنا تقول شي كثير ما كثير بالنسبه لنا حنا ما كثير حنا في الدار فهمتوا خمسه الناس على ايليان سات هذه ما كنديرش خمسه الناس انا ما فهمتش انا والله والله جوج بسطيله عشرين عشرين 40 درهم بسطيله شوف قداش قد شيكو كان شتي قد شيكو قد باق باق انا ما فهمتش اخوتي واش الحياه غلط لا انا الاولاد كتجيني غير واقيلا انا زقرانه لا انا كيتزقني لا وانت واش منيتك هذا راه بصح حيت راه ولدي زقرانه وليت نشك في راسي انايا واش هذا الشيء فعلا غالي ولا انا راسي في جيبات غاليه ها الناس كيقول لك المغرب الحيل لا انا ما فهمتش رمضان شهر العباده والناس كيطلبوا فيه الاجر يعني خصكم تنقصوا الثمن البوفي صافي اللي ما عندهمش انت رمضان كيقولون ورمضان هاد الدجاج هذا هاد الدجاج كيدير 80 درهم في الحياه العاديه يوميا 80 درهم دجاجه بالرز ديالها في رمضان 85 درهم واش انا ما عرفتش واش كيخدموا دوبلي فوق واش كيكونوا دوبل عندهم لي فوق جي با كونتاكت ديك الشيء اللي تخليني كنصور داك الدجاج ديك الشيء سي با نورمال سي توي توي دو تخش واش حنا في رمضان خاص الناس يقصوا الثمن باش يكون الانسان مسكين الفاطر تفطر صائم مزيك مش انا الله يحسن العوان تفطروا وهما غاديين كيغلوا في هذا رمضان غاديين كيزيدوا ما عطاهم الانسان لا انسان صايم لا مسكين والو ما عرفت اي شحال الله اعلم هادشي كامل بشحال تقريبا ايوا حسبي معايا شي هادشي بطاطا ب 20 درهم ها 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 20 درهم ها 60 درهم ها 80 درهم بالسردين ها هي شحال هادي هي 10 درهم 10 درهم 120 120 85 200 وشي حاجه بالدجاج 30 هاي خاصني نحسبوها80 زائد بلاتي العصير 40 دلاحة 116 دلاحة زائد 114 سويهلة هذا الدلاحة نقول لك عاد عشقنا هاي الشيء حتى لا جد الدلاح يوا فاطرين ب 139 درهم قولوا 150 درهم وصح 439 439 درهم باش فاطرين كلشي كلشي حسب جينا اورانج خلي اش ما حسبتش لا حسبتش الليم ولا شرينا ما حسبت السويلة دا الفطور ديال واحد النهار بارك الله علينا لا لا ما حسبتش العصير ديال انيا حتى هو 10 درهم عصير شنو هي في الطريق والله غير باش تصوم خمسه وكنت كنحط فيها الدرا تاع الفطور حيت لا اللوكس ديال الشي اللوكس والله العظيم زعما Ah, c'est ça, quel point? Quand tu vois ce qu'il y a, c'est. Le problème, c'est quand tu vois ce qu'il y a,
يا با دروشو سا با لا فالور دو سام سمحوا لي حنا راه ماشي زقره مرا كتشوف انا كنمشي للسرط وكناكلو غني با دي غدا مين راه العيش حنا راه قادرين نجيبو راسنا قادرين ناكلو مينو قال با قال با باسكو لي دي غدا حنا راه قادرين نجيبو وقادرين ناكلو مادام شريتي يعني قادره ناكلو انا كنفكر الناس اللي ما فحالهمش واللي ما عندهمش كيفاش اللي كيتخلص 40 و 60 و 80 كيفاش كيعيش الحياه 500 درهم في النهار هاد بويا الماكله راه ما كثير والو انا حصلت في بلاصه تقديت حاجه عادي انا اللحم داكشي اللي كياكلو الناس ما عرف ما تقديتش حدا كثير الا غادي تشرب هادشي راه ما غاديش لا ما فهمتش ما عرفت اخوتي واش هي اللي فوق الناس الله يعلم والله ما عرفتش هي واش حيت على صغير والناس بالضبط علاش كيخلو حتى شهر رمضان وكيكوالتو على دار شهر رمضان خاصكم تنقصوا فيه الاثمنه ومساكن مسكين اللي ما عندوش ياكل تعطوه ياكل وتعاونوا مع بعضياتكم هذا هو الدين هذا هو الاسلام هذا الشيء اللي وصلنا ليه اللي وصلنا به الرسول ما تجاوبش لا 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 بين الله وصلنا به اننا نكونوا كنتعاطفوا مع بعضياتنا لا لا اياد لا لا ما تروحي يا اختي انا كنهضر